اليوم، كيف تقيم أو تقرأ الوعي الانتخابي خاصة بعد الأزمات السياسية الأمنية الاجتماعية التي عصفت بالبلاد؟ هل زادت من وعي الناخب؟ وهذا من جانب. من جانب آخر، يعني بالنسبة لعملية المحاكاة الثانية، هل ترى بأنها يعني بطريقة أو بأخرى ستدفع بزيادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، بقبول الأطراف المتشاركة أو المتنافسة بالنتائج، أم أنك لا تزال تصر على رأيك؟ يعني حضرتك منذ أيام كنت تقول بأن المحاكاة الثانية لن تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، هي عبارة عن فضيحة سياسية تشكك بعمل المفوضية. نعم، واضح جدا قضية القبول في الانتخابات. الاستقرار السياسي اللي يتكلمون عنه هو عملية التداول السلمي للسلطة وفسح المجال للكتل الفائزة أن تشارك أو تؤسس لحكومات محلية أو حكومة مركزية. عقلية الكتل التقليدية لا، غير ديمقراطية، عقلية استبدادية سياسيا، ترى أن الخسارة هي تزوير وترى أن الفوز نزاهة. هذه العقلية لا يمكن أن تقبل في دولة ديمقراطية، وكان عندنا 2021. ونفس الأجهزة اللي تكلم عن السودان هي نفس الأجهزة اللي قادت انتخابات 2021. إذن الخلل ليس في المفوضية ولا في الأجهزة، إنما الخلل في تقبل نتائج الانتخابات من قبل الكتل التقليدية التي تعاني من ضعف الشعبية. أنا قلت إنه الكتل التقليدية لديها جمهور زبائني، لكن لا يوجد لديها شعبية. يعني إنه هذا مو بالضرورة أن يكون يعني مواطن داعم لهذه الكتل التقليدية، إنما يجد أنه معيشته تكون من خلالهم، يعني من خلال قلت الحشد وباقي مؤسسات الدولة. لذلك عملية المحاكاة اللي حصلت هي بالفعل فضيحة سياسية للكتل التقليدية المشاركة في الانتخابات، وعليهم أن يحزموا أمرهم من اليوم وأن يقولوا للأحزاب الناشئة نحن نقبل بنتائج الانتخابات، بحيث أنه في قانون الانتخابات سانت ليغو هناك عد إلكتروني وعد يدوي، بمعنى أنهم لو كانت النتائج لا يعني ما تكون ملائمة لهم سيذهبون وين؟ إلى العد اليدوي، من أجل كسب الوقت لشهر شهرين ثلاثة أربعة حتى تتم تسوية كل المحافظات وقيادتها، مثل ما حصل في عام 2021 بعد انسحاب الكتلة الصدرية. نعم، ما حصل وقبول الكتل السياسية التي اعترضت على المفوضية واعترضت على العد الإلكتروني، نعم فضيحة سياسية، وعليهم أن يعترفوا أمام الشعب العراقي بأنهم سيقبلون النتائج إن كانت سلبية اتجاههم أو إيجابية.